أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة باتت من الإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين ليس على مستوى الداخل والمنطقة فقط بل على مستوى العالم كذلك، بما أنجزته من نجاحات مشهودة يشار لها بالبنان في المسابقات الدولية. جاء ذلك لدى استقبال معاليه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية خدمة القرآن الكريم وضيوف جائزة مسابقة السيد جنيد عالم الدولية في نسختها 16، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة السيد إسحاق راشد الكوهجي والسيد فؤاد محمد أختر رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيد جنيد عالم والسيد جاويد محمد أختر نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنيد. وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماما استثنائيا بالقرآن الكريم ونشاطات تعليمه وتجويده والتشجيع عليه، وذلك في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يرعى ويدعم خدمة القرآن الكريم، وهو ما أسهم بشكل كبير في أن تنجح كافة الفعاليات التي استضافتها البحرين في هذا المجال. واستمع معاليه إلى شرح من إدارة جمعية خدمة القرآن الكريم حول أنشطة الجمعية وآخر ما حققته الجائزة من إنجازات، مثمنا جميع الجهود الطيبة في خدمة كتاب الله العزيز والدين الحنيف ونشر مبادئه السامية، منوها في الوقت نفسه بما حققته الجائزة من إنجازات في مسابقاتها المتوالية والتي بلغت 16 دورة كانت محل اهتمام 70 دولة في العالم.